نايف بن سعود البلوي. مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام، أشواطنا تتوالى، شوطا ينتهي وشوطا يبدأ بما هو جديد وجديد الوثبة 2016-2017. إذن ينطلق هذا الشوط، لننطلق أيضا مع انطلاقة الحول المحليات الأصايل التي انطلقت على أرضية هذا الميدان لتكون حاضرة بهذا التحدي، لتكون حاضرة في ميدان الوثبة عاصمة الميادين التي دائما تلم من بين هذه الشعارات وتجمع هذه الأبطال وهذه الأقطاب الكبيرة التي تتوافد دائما إلى ميدان الوثبة عاصمة الميادين. يسير شوط الحول المحليات كما ذكرنا شوطنا 11، وننطلق مباشرة إلى المركز الأول، إلى صدارة هذا الشوط، إلى مقدمة هذا التحدي، لنتابع من يتقدم ويتمركز على قائمة هذه الأسماء لتكون الشاهنية بشعار هجن الرياسة، ومن يقدمها في عملية التضمير محمد بن عتيج بن زيتون المهيري على صدارة هذا الشوط. نقلتنا التالية إلى المركز الثاني، الشاهنية أيضا تأتي بشعار هجن الرياسة ويقدمها المضمر أحمد بن مايد الخيلي على المركز الثاني. نقلتنا التالية، نتواصل بنقلاتنا من بين هذه الشعارات لنتابع المركز الثالث، هناك مشكورة بن هجن الرياسة والمضمر علي بن جميل الوهيبي حاضرا على المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز الشاهنية تأتي، الشاهنية تأتي رابعا من هجن الرياسة والمضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الله يا هذا الانطلاق، الله يا هذا التحدي، من بدأ على المركز الرابع هي الشاهنية كما ذكرنا، بينما المركز الخامس وصلت العين، العين ومسكنها داخل العين، وصلت العين على المركز الخامس من هجن الرياسة، من هذه المؤسسة العملاقة التي دائما هنا تنطلق بانطلاقاتها الجميلة، تكون حاضرة العين على المركز الخامس من هجن الرياسة والمضمر الخبير عوض بن مبارك المهيري حاضرا على المركز الخامس. المركز السادس، وصلت أيضا، وصلت الشاهنية، تحركت الشاهنية من هجن الرياسة ويقدمها في عملية التضمير محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. الله، وصلت أيضا، وصلت وتحركت في هذه اللحظات، تحركت وانطلقت في هذا المسار الجميل من حافة من هجن زعبي والمضمر راشد بن محمد بن مروشد المتقدم في هذه اللحظات والمتحرك على المركز السادس. سابع المراكز أشياء هناك تأتينا على المركز السابع وتتقدم أيضا بشعار هجن الرياسة، ومع التضمير علي بن يميل الوهيبي تدخلت أيضا، تدخلت الطيارة بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيان جمعة بن عتيج الرميتي في عملية التضمير والتدريب. بينما المركز الثامن هناك شاهنية من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، تاسعا العين هنا بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان والمضمر محفوظ بن خميس الينيبي. نقلتنا التالية إلى المركز العاشر مع شواهين من هجن الرياسة ومع التضمير الظافر علي بن يميل الوهيبي، هو حاضرا بانطلاقاته الكبيرة، بتحدياته الرائعة، بانطلاقة هذه الشعارات الجميلة الجميلة التي دائما تنطلق وتبدع في ميادين سباقات الهجن. نتمنى لها التوفيق في حلها وترحالها التي دائما تبشر الجماهير هنا في هذه الانطلاقات. العودة إلى المركز الأول، العودة إلى الصدارة الأولى، العودة إلى مقدمة هذا الشوط، إلى انطلاق
انطلاقت انطلاقة الشاهنية. الشاهنية هي ما زالت على المركز الأول، هي ما زالت على الصدارة الأولى، تقدم لنا هذا العرض وتقدم لنا هذا الإبداع، تقدم وهنا على المركز الأول وتتقدم على الأسماء المشاركة في هذا الشوط بالشكل الجميل، بانطلاقات رائعة وممتازة، بلمسات خفيها على هذه الرمال. إذا تنطلق على المركز الأول وتنطلق بالصدارة الأولى هنا من هجن الرياسة، والمضمر المجازف هو محمد بن عتيج بن زيتون المهيري، حضر على المركز الأول وحضر على الصدارة الأولى، وتقدم أيضا بتقدمه المعتاد دائما وأبدا المتعود هنا على الصدارة الأولى، معتادتنا الجماهير على هذا الإبداع والتقديم المميز. بينما المركز الثاني هناك الطيارة، ومتى بنقول طارت الطيارة بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، والمضمر المحترف جمعة بن عتيجة هنا الرميثي المتقدم في عالم التضمير، المحترف في مجال التضمير، يأتي باحترافيته المميزة وبلمساته الرائعة والمميزة ليقدم لنا هذا الشعار، شعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. وذكريات الزود تراود الجميع دائما وأبدا. نقلتنا إلى المركز الثالث، نتقدم مع العين ونجد العين حاضرة في المركز الثالث، حاضرة في هذا المركز الاستراتيجي المطل إلى المركز الأول، مطلا إلى صدارة هذا الشوط. هنا العين من هجن الرياسة ومع المضمر عوض بن مبارك المهيري، هو مضمرها وهو مقدمها وهو محركها ومسيرها في هذا الانطلاق. نقلتنا إلى المركز الرابع هي واصل الشاهنية المتقدمة الشاهنية هنا من هجن الرياسة، ويتقدم في عملية التضمير والتدريب هنا محمد بن عتيج بن زيتون المهيري حاضرا على المركز الرابع. المركز الخامس العين من هجن، هنا من هجن سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي قادما هنا في عملية التضمير. سادس المراكز مشكورة هنا بدأت مشكورة، هنا تتقدم مشكورة من هجن الرياسة ويقدمها علي بن يميل الوهيبي. سابع المراكز الشاهنية من هجن الرياسة أحمد بن مايد الخيلي قادما بالأداء الجميل على المركز السابع. بينما المركز الثامن تقدمت هملولة إذا من هجن الرياسة ومع الظافر علي بن يميل الوهيبي. بينما المركز التاسع الشاهنية من هجن الرياسة ويتقدم في عملية التضمير هنا المجازف محمد بن زيتون يأتي مع المركز التاسع. بينما المركز العاشر مشكورة تأتي أيضا من هجن الرياسة والمضمر هناك صالح بن سعيد بالعرج المري يتقدم على المركز العاشر ويقير إلى المركز التاسع. الله 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 الله، يا هذه الحيل، يا انطلاقة الحول، يا انطلاقة الكبار، والرقص دائما يحلو مع الكبار، يحلو مع هذه الانطلاقات، مع هذه المسافة الماراثونية. هي 8 كيلومترات، 8 كيلومترات هي حاضرة في مسارها، هي حاضرة في تحدياتنا، هي حاضرة مع سن الكبار التي تبدأ فيه المنافسات الجميلة والتغييرات الرائعة من مركز إلى مركز. يبدأ فيها هنا التكتيك من المضمرين، اللي يبقدم اللي يبيخر اللي يبحرك من بعيد ولا من قريب. حاضرة 8 كيلومترات، عندك مسافة وعندك أيضا وقت كافي للتكتيك في مسار الشوط. إذن العودة إلى الشاهنية هي على المركز الأول، هي على الصدارة الأولى،
هي على مقدمة هذا الشوط مع هجن الرياسة ومع المضمر محمد بن عتيج بن زيتون المهيري. وصلك يا المجازف، وصلك الفيلسوف، وصل في هذه اللحظات بشعار الشاهنية وبشعار هجن الرياسة مع المضمر أحمد بن مايد بن مطر الخيلي. يتقدم الفيلسوف في التضمير المركز الثالث الطيارة بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان. والمضمر المضمر هو جمعة بن عتيج الرميتي. وصلت العين، وصلت العين، تقدمت العين، تحركت العين بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. والمضمر محفوظ بن خميس الينيبي، هذا الاسم محفوظ، محفوظة تماما تماما تماما. وصل في هذه اللحظات يتقدم على المركز الثاني. والشعارات الواصلة، الشعارات المتقدمة، الشعارات المشاركة في تحدياتنا. وصلت الشاهنية من هجن الرياسة ومحمد بن عتيج بن زيتون، هو حاضرا بهذا الانطلاق. إذا بن زيتون على المركز الثالث، نعود إلى المركز الأول، نجد بن زيتون نتقدم مع الرياسة وهجنها. طارت الشاهنية، طارت الشاهنية، بدعت الشاهنية، تقدمت الشاهنية، تحركت الشاهنية. يا باي هذا الإبداع، 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 التميز. إذن هناك مع المركز الأول الشاهنية، والعين تأتي بالمركز الثاني، العين بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. ولكن خلاص خلاص، الرياسة، 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 بن زيتون الرياسة مع المركز الأول. ولكن العين، 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 خلاص العين هي مع المركز الأول. تهانينا والناموس لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، والتهنئة إلى محفوظ بن خميس الينيبي من اقتنصت الناموس في اللحظات الأخيرة. بينما المركز الثاني وصلت أيضا شاهنية من هجن الرياسة ومحمد بن عتيق بن زيتون مهيري. ثالثا وصول أيضا هناك وصلت مع المركز الثالث هي الشاهنية بشعار هناك مع المركز الثالث. إذن الشاهنية تأتي مع المركز الثالث في هذه اللحظات، وتتقدم أيضا بشعار هجن الرياسة ومن يضمرها أحمد بن مايد الخيلي. بينما المركز الرابع هناك رابع المراكز مشكورة من هجن الرياسة صالع بن سيد العرج. بينما المركز الخامس هناك وصلت فيه على المركز الخامس من حاف من هجن زعبيل، ويقدمها في عملية التضمير راشد بن محمد بن سعيد بن روشد. إذن التوقيت الزمني هناك مع العين 13 دقيقة 7 ثواني وجزءا واحدا من الثانية كان توقيت العين الفائزة بناموس هذا الشوط بشعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، وتهنئة إلى محفوظ بن خميس الينيبي. بينما المركز الثاني 13 دقيقة 7 ثواني جزئين من الثانية كان توقيت الشاهنية من هجن الرياسة والمضمر محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. بينما وصلت على المركز الثالث الواصلة بهذا الانطلاق الجميل هناك مع شاهنية من هجن الرياسة أحمد بن مايد الخيالي، توقيتها الزمني 13 دقيقة 10 ثواني وثلاثة أجزاء من الثانية كان توقيت المركز الثالث في هذا الانطلاق. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.